السلام عليكم. اليوم بدنا نحضر كيكة يومية بنكهة الليمون، كتير طيبة وكتير لذيذة. بدنا نحضرها بطريقة نطالع كل نكهة الليمون ولا أطيب من هيك. هلا إن شاء الله بنروح على طريقة التحضير. بنبلش بسم الله. طبعا أول شي لازم ننخل الطحين ونجهزه. عندي هون كوبين طحين 260 جرام، بدي أحط عليهم ربع معلقة صغيرة ملح أو رشة. عندي هون معلقة كبيرة بيكنج باودر، بخلطهم شوي وبننخلهم مرة ومرتين. هيك صار عندي جاهز. هلأ بدنا نجهز كمان السكر. أنا عندي هون كوب سكر وعندي هون ليمونة. طبعا إذا بدكم نكهة الليمون تطلع كتير قوية بشروها فوق السكر، بتطالع كل المي اللي فيها. طبعا هاي الليمونة مغسولة هيك تمام، طبعا ما بدنا ناخذ من هذا الابيض عشان ما يطلع معنا مر، بس القشره الفوقانيه الصفراء هيك تمام. هلا بخلطه كمان مع السكر مشان طالع نكهه الليمون كلها بقلب السكر. هيك صار عندي جاهز. عندي هون اربع بيضات، طبعا حجم كبير يكون احسن. عندي هون معلقه صغيره فانيلا، طبعا وهذا السكر اللي جهزناه لو شموا ريحته غير شكل. بدي اضربهم هلا. في عندي انا هذا مضرب كهرباء، اذا ما متوفر طبعا ممكن نضربها بالويسك، بس لازم نضل نخفقها حتى يدوب السكر، وممكن كمان ببريق الخلاط كمان بيصير. هلا انا عم اضرب، بدي انزل السكر شوي شوي. هيك تمام، شايفين لازم يطلع معنا هذا القوام، يصير لونه هيك كتير كاشف، يعني لازم ينضرب مو اقل من 6-7 دقائق حتى ياخذ معنا هذا القوام. هلا انا عم اضرب كمان، بدي انزل نص كوب زيت 100 ملي كمان على سرعه بطيئه. هيك تمام. انا عندي هون عصير ليمونه اللي اخذنا طبعا قشره، شوف قديش بيطلع معنا عصير. انا زنتهم طلعوا معي 60 جرام، لازم اكمل عليهم على نص كوب مي، يعني لازم عندي هون عصير 125 جرام، يعني نص كوب. طبعا ممكن تكملوه كمان بحليب كمان بيصير. هلا بنزله كمان شوي شوي وانا عم اضرب. طبعا واخر شيء بننزل الطحين كمان على سرعه بطيئه. طبعا بس حطينا طحين ما بنخفقه كتير، بس اختفى الطحين خلص بنوقف. طبعا دائما بعد ما بنحط الطحين كله بنرجع بنعطيه تخليطه بالسباتولا، خاصة هيك الاطراف بنقشطهم وبنخلط كتير منيح. انا عندي هذا القالب اللي مفتوح من النص، طبعا ممكن باي قالب، ممكن بصينيه، ممكن باي قالب متوفر عندكم ما في مشكله. انا عندي هذا القالب قطره 22 وارتفاع 10. طبعا انا دهنته بزبده ورش عليه طحين، هيك عندي جاهز. هلا بنزل هذا الخليط. هيك صار عندي جاهز. طبعا انا محمية الفرن على الحرارة 180، بحطه بالرف النصاني ومشغل عليه بس من تحت، بس يطلع ونشوف قديش اكل معنا وقت بالضبط. انا عندي هيك صار جاهز، اخذ معي وقت 45 دقيقة. طبعا ما بنحكم عليه بالعين، لازم اول شيء نعمل له اختبار. شايفين بطلع نظيف. هلا بنسلك هيك الاطراف مشان نقلبه. يلا بسم الله. شايفين ما شاء الله هذا الارتفاع، هذا لبين ما يبرد بنسوي الجليز اللي بنحطه على الوجه. هلا بدنا نسوي الجليز. طبعا اذا بتحبوا ممكن تزينوه باي شيء بدكم اياه، ممكن حتى ما تزينوا شيء لحاله هيك بدون شيء كثير طيب. انا عندي هون نص كوب سكر، انا طاحنته طبعا سكر بودره. عندي هون عصير ليمون، بننزل هيك شوي شوي، يعني معلقه معلقه بننزل وبنخلط. هيك القوام صار عندي تمام. طبعا بضل بتحطوا سائل حتى يصير معكم القوام اللي بدكم اياه. طبعا ممكن بهي المرحله تحطوا صبغه صفراء كمان بيصير، بس انا ما بفضل، بس انا بدي احط قشر ليمون بيعطي نكهه كتير طيبه. بخلطه كمان معه هيك، شايفه بعطى لون اصفر، صار هيك جاهز. طبعا هلا بعد ما برد عنا بنزينه بهذا الصوص اللي حضرناه.
أو إيش ما بدكم تحطوا عليه كمان بيصير. أنا صار عندي هيك جاهز، وإذا بتحبوا أنا رجعت هيك بشرت له شوي دق كمان قشر ليمون، بيعطي نكهة طبعاً لسه أحلى. هذا لازم نقسمه ونفرجيكم قلبه، والله ريحتها بتشهي، ريحتها كتير وقت تخبزوها بتعبي البيت. لازم نقسمه ونفرجيكم قلبه كمان من جوا. بسم الله. شايفين ما شاء الله، يد ولا أحلى من هيك، والريحة ولا أحلى من هيك. أتمنى أنكم تجربوها، كثير كثير طيبة. شوفوا قديش قلبها هش وقديش قلبها طري. شايفين ما شاء الله، ولا أحلى من هيك. أتمنى أنكم تجربوها، كثير طيبة، وقت تخبزوها بتلاقوا ريحة البيت بتجنن جد. وصفة ولا أحلى من هيك. طبعا بحط لكم انا المقادير كله بصندوق الوصف بالكوب وبالجرام. بتمنى بالاخير ما تنسونا من اعجاب ومن اشتراك بقناتي اذا ما كنتم مشتركين، واهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.